مساء الخير على الجميع وحياكم الله مشاهدينا وين ما كنتوا عبر هذه الشاشة من تلفزيون دولة الكويت. حياكم الله في برنامجنا قانون اللعبة، البرنامج اللي يسلط الضوء على الكثير من القوانين في كل لعبة احنا نسولف فيها في حلقتنا او في برنامجنا قانون اللعبة. الكل يسمع في لعبة سبيد بول، وربما الكل يرى السبيد بول لكن يتساءل شلون شنو هاللعبة، شنو قوانينها، شلون يلعبونها، فردي، زوجي، مجموعة؟ فالأسئلة كثيرة. اليوم رياضتنا اللي راح نسولف عنها هي السبيد بول أو كرة السرعة. ضيفنا العزيز راح نتعرف عليه ويعرفنا على هذه الرياضة عقب السيرة الذاتية. خلوني ارحب بلاعب منتخبنا الوطني لكرة السرعة ميثم دشتي. كان صغيرا يوماً ما ولكن الآن هو كبير في اللعبة ونجم نجومها. حياك الله ميثم. الله يحييك سلامك ان شاء الله. سلامتك قبرك. متى اخر لقاء كان وياك جمعني؟ البدايات البدايات يمكن 4-5 سنين. حلو، هذه بدايتك في رياضة كرة السرعة ولا اقدم؟ لا اقدم شوي. اقدم بشوي. اقدم بشوي. يعني الحين الخبره كامله في شرح القوانين ان شاء الله، وحتى في الظهور الاعلامي ما في هذه الربكه. لا لا الحمد لله. امورك بالسليم. الحمد لله. ميثم دشتي، عقب هذه السيره الذاتيه وياك في كره السرعه، بدايه كان سؤالي كان موجود في المقدمه، شنو كره السرعه او السبيد بول؟ نعرف مضرب كره سلك وحديده وبس. هذا اللي نعرفه، ها؟ لكن اكيد انت بتعرفني عليه اكثر ان شاء الله. في البدايه يعطيكم العافيه على هالاستضافه، وتشرف اني اكون ضيفكم. بالنسبه حق رياضه كره السرعه، هي رياضه من تصنف من ضمن رياضات المضرب، حالها حال الرياضات الاخرى اللي هم العاب المضرب مثل التنس الارضي، مثل التنس بادل، تنس الطاوله، لكن كل لعبه في لها قوانينها الخاصه. صحيح. رياضة كرة السرعة مبدئيا يميزها شيء عن باقي الألعاب، اللي هو رياضة كرة السرعة إجباري على جميع اللاعبين يتعلم يلعب بيد اليمين وإيد الشمال في حال هو كان على عسماوي أو يلعب باليمين. فعندنا كذا إيفنت، فبعض الإيفنتات تجبرك تلعب في بالأيدين. يعني مبدئيا مثل ما قلت أخوي محمد، أن رياضة كرة السرعة اللي تعرفها عنها أنها هي عبارة عن قاعدة حديدية ومعلق عليها سلك طوله 160 سنتي. جميل. عليه كرة مكونة من المطاط مفرغة عشان تكون قوية. حلو. ومضرب من البلاستيك يكون مفرغ عشان يتحمل ضربات الكرة. جميل. أنواع اللعبة ثلاث أنواع أساسية: الفردي اللي هو واحد مقابل واحد، الزوجي اللي هو اثنين مقابل اثنين، وعندنا السوبر سولو اللي هو يعتبر هذا انت والزمن على قولتهم. شلون النظام؟ هم واحد بواحد؟ لا، السوبر سولو يصير الشخص مع الوقت، يعني بروحك بروحك تلعب. بروحك. يعني احنا نلعب، يصير عندك 4 دقائق بين مثلا. انا بوقف عند عشان لا ادخل في كل شيء في وقت واحد، بروح الى الادوات، وكان هاي قدام الادوات كونك تطرقت لهم. هذا المضرب وهذه المسكه، هل هو حجم واحد؟ طول واحد؟ يعني مثلا انا اوكي ايدي ماسكه، مثلا في لاعبين لا ما شاء الله ايدهم تكون اكبر. صح. فهل المضرب يتغير عليهم الطول او المسكه يتغير عليهم؟ وانا ما شاء الله اشوف عندكم لاعبين ما شاء الله حجم كبيره. عدل. بالنسبه حق المضرب هو الحجم واحد والطول كذلك واحد، لكن الاختلاف يكون شركات التصنيع. مثال يعني في تصنيع مصري وفي تصنيع فرنسي، يكون الاختلاف في مرونة الضربة، في امتصاص المضرب للكرة. حلو. فكل لاعب يستخدم المضرب المناسب حق طريقة لعبه هو. مثلا في لاعب يعتمد على القوة، فيحتاج مضرب يتحمل قوة ضرباته، يكون في نسبة من المرونة. تمام. وفي لاعب يعتمد على اللعب البسيط انه بس يصد، فعادي يستخدم مضرب اللي هو مو شرط يكون مرن، لكن يتحمل الضربات بشكل فترات طويله ومستمره. الشبك هذا نوع واحد بلاستيك؟ نوع واحد، كله بلاستيك. اوكي، انتم مصبغينه ولا الشركه لون شركه؟ لا لا، هذا مصبغ يعني. اوكي، يعني هذا اللي يحب اللون هذا الازرق. انزين، المسكه ليش هذه؟ المسكه لان نفس ما تعرف اللعبه عباره عن شوت، يعني
واحد أو ضد واحد حلو. أو اثنين باثنين أو حتى في السوبر سولو عبارة عن ضربات سريعة، فحماية للاعب وللاعب المنافس سبحان الإيد صار فيها شوية نسبة تعرق عشان لا يفلت المضرب ويطير على اللاعب المنافس. يعني واجب انك تمسكه اجباري، الحكم يجبر اللاعب قانونيا انه يلف الحبل على ايده عشان ما يفلت المضرب. في هالحوادث صارت يفلت، تصير ساعات حتى الحبل ينقطع. اي بعد هذا بعد خارج عن الاراده، بعد خارج عن الاراده، لكن انت بما انك على قولتهم ماخذ مبدا الامان انك رابط الحبل الحمد لله. حلو، هم صابغينه ولا لا؟ لا هو حبل ما نصبغه كل واحد اروح الى الكره نفسها. اوصلك ما شاء الله يا بس. سيم ولا مطاط؟ لا السلك عباره عن نايلون. تمام. اي بس يكون مقوى مثل قريب مقارب حق السلك الحداق بس على اثقل شوي. حلو. تكون مربوطه الكره في نهايته. صحيح. الكره عباره عن مطاط مفرغ. نعم. تمتص الضربات. هي مفرغه، لو تلاحظ مو نفس كره التنس الارضي مثلا اللي هيك مسكره. ايه. هذه لان في عدد ضربات سريعه فلازم تكون شوي مفرغه عشان تقدر تمتص، ومع ذلك هم مع كثره الاستخدام تلقى بعض الكور تنقطع او تنشك. تمام. انا يعني من باب ان لمست خلينا نقول كره السكواش. ايه. فهل هي نفس مقارب نفس الماده؟ مقارب تقريبا عشان اوصل حق ساده المشاهدين. نديك كرة سوداء وفي ايضا لون اخر لكن بنفس النوعيه خلينا نقول الماده مطاطيه عشان وقت الضرب. حلو. وهذا السلك قلت لي طوله 160. 160 في طول اخر مثلا حق صغار بالنسبه كبار حق سيدات رجال. بالنسبه حق الاطوال الكور والاجهزه عندنا احنا الجهاز عباره كامل من او من انطلاقه الجهاز الارضيه لغايه اعلى قمه يكون 160 في 5 سنتي اللي هي البكرة اللي تتعلق فيها الكرة. جميل. فيكون طول الكرة من أعلى قمة للأرض أنه ما يطوف ال 170 سنتي على أساس أنه هذا الطول المتعارف عليه أو اللي هو طول اللعبة. ممتاز. أعلى من كذي بسنتي ممكن يتجاوز، لكن إذا أعلى أكثر من سنتي لا يعتبر الملعب غير قانوني وكذلك الكرة تعتبر مخالفة فتلقى الحكم يبدل الكرة. ممتاز. اروح الى الملعب نفسه عقب الشرح ما شاء الله الوافي بخصوص الادوات، اروح الى الحديده واشوف ارضيه زل. ما ادري شنو سالفته الزل وهل هي تفصل ما بين خصم وخصم، يا ريت تشرح لي اياها. اي نعم. بالنسبه حق القاعده الحديديه احنا الجهاز كره السرعه عباره عن قاعده حديديه مثل ما قلنا معلق عليه عمود. حلو. بالغالب القاعدة الحديدية يتراوح وزنها من 50 إلى 70 كيلو جرام. نعم. عشان تتحمل شدة الضربات، وكل ما ارتفع مستوى اللاعبين كل ما كان لازم تكون وزنها أثقل. النيع حق اللاين الموجود اللي بالنص هذا احنا نعتبره لاين فاصل نفس ما انت قلت بين الملعبين. احنا الحين انا وانت اللي نفرض ان احنا لاعبين متنافسين. نعم. انا لي نص ملعب نص دائرة وانت لك نص دائرة. النص الآخر. حلو. النص الآخر عرض اللاين لازم يكون 60 سنتي اللي هو بالاساس عرض جهاز اللعبه نفسه. حلو. القاعده يفصل الملعبين في حال مثلا في اللعب الفردي في حال اي لاعب لمس اللاين يعتبر نقطه عليه. نعم. في حال وقت الضربه يعني. وقت الضربه في حال لمست اللاين النقطه تعتبر عليك. فاللاين يعتبر فاصل تقدر تتحرك بنص الملعب مالك في اي اتجاه كيفك، لكن من تحوش اللاين هذا يعتبر انك تعدي على الملعب دخلت الخصم. الملعب الثاني فالنقطة عليك تتسجل نقطة عليك. جميل. ومو بالضرورة يكون زل اللاين، عادي يكون مثلا خطوط أرضية لاصق اللي يكون. حلو. فالمهم اللاعبين يعرفون يكون في شيء واضح انه واضح يفصل ما بين الطرف عن الطرف الآخر. حلو. هذا بشكل عام كانت أسئلتنا خلينا نقول عن اللعبة أدواتها وطريقتها، لكن أكيد أنواعها طريقة حساب النقاط وشلون الواحد يعرف انه يكون فايز والثاني خسران، كل هذا واكثر. انا وياك ميثم مع السادة المشاهدين في الحلقة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله نلقاكم ان شاء الله في حلقة اخرى من قانون لعبة، ونستكمل اكيد بقية اسئلتنا حول رياضة كرة السرعة او احلى بالانجليزي سبيد بول. فما الله.